لأن يؤثر وبشكل إيجابي في تاريخ الديربي في جزء آخر من تواريخ ديربي الكبار بين الوداد ورجاء. كما نتفع كلمة باستا تعني كفى، هي الرسالة الأهم من كل فصائل رجاء لمسؤولي النادي، وانتقاد من كل محب، من كل عاشق، من كل مناصر بشكل حضاري بطرق حضارية. هذا انتقاد من طرف مناصري الخضر، صورة رائعة ورائعة جدا بالمنصة الشمالية للمركب الرياضي محمد الخامس، من طرف مناصري الرجاء، من طرف مناصري الجرين ايجلز يوصلون رسائل اليوم، يبعثون برسائل معلنة من دون تشفير لكل من يهمه الأمر بشكل حضاري بعيدا عن كل ما أحاط بمباريات البطولة الوطنية من شغب وأعمال تخريب وأعمال منافية لما تعودناه على مدار سنوات بالبطولة الوطنية. أما رسالة جماهير الوداد فالفراغ والغياب اليوم عنده معاني على غير العادة. هذه رسالة لكل أم تكلة، لكل أب مكلوم، لعشاق الفرجة في كل المعمور، هي رسالة لكل عاشق للفرجة بمعانيها ومفاهيمها ومضامينها السامية. لن تدنس المسارح، هي رسالة جماهير الوداد، لن تغتالوا الإبداع يا أيادي الشغب الآتمة، هي رسالة جماهير الوداد العريقة توزع رسائل. إن كنتم حقا تبحثون عن فرجة مغيرة لما تعودنا، فنحن الرواد غادرنا المدرجات لكي نبعث برسالة لروح زكريا البقالي لا مكان بعد اليوم للدوائر الإنسانية المنبوذة وعلى رأسها الشغب في دساتير الفرجة لدى جماهير الوداد العريقة. أكيد أن جماهير الخضرة والحمرة اليوم يا سادة، اليوم يدا في يد من أجل مشروع نبيل، لا مكان للشغب بيننا بعد اليوم، هذه مجرد بداية، والقادم أحلى مما مضى. الأجواء التي تحيط بمباراة الديربي بين الوداد ورجاء، حضور عالي المستوى في مباراة اليوم من طرف السيد وزير الشباب والرياضة وكذا السيد وزير العدل والحريات ومجموعة من أفراد الحكومة المغربية يتابعون اليوم مباراة الديربي لكي ينخرطوا بدورهم في نبذ كلمة الشغب وفي إبعاد هذه الكلمة عن أي ممارسة رياضية كيف ما كان نوعها في كل أرجاء المملكة المغربية. رياضيا الديربي عنده قيمته اليوم، عنده أهميته لنادي الرجاء الرياضي، كما قلت ينافس على لقب البطولة الوطنية، ينافس للاحتفاظ بأماله كاملة في الجو